السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة السومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اولا بغيت نقول لكم اسمحوا لي عبرت عليكم. كما كتعرفوا مع الخدمة بزاف ما لقيتش كيفاش ندير المونتاج الفيديوهات، ولكن كنوعدكم من الاسبوع الماجي ان شاء الله غادي نحط لكم هذا الكادو مني، اللي هو دورة مجانية في الكيك ديزاين الخاصين بالخطوبة والزواج. غنحط لكم هذا الفيديو عبر اجزاء، يعني حيت غيجي طويل الا حطيته كامل. الفيديو هذا كنت كنبيعه اونلاين وفكرت باش انني غنعطيه لكم كادو مني، ولكن بغيتكم تبارطاجيو القناه ديالي ودخلوا الانستغرام ديالي، ولكم مني جزيل الشكر. وكنوعدكم انني غنحط لكم كل شيء بالمراحل والشرح المفصل ان شاء الله. غادي تشوفوا معايا في طريقه المولي كيك او الجينواز اللي غادي ديروا في الكيك الخاص بالطبقات، اللي يهز لكم الطبقات يعني كيتحمل الثقل. وغادي تشوفوا معايا الكريمه ايضا، الكريمات اللي كندير فيهم، وغتشوفوا معايا القرمشات والقناش وطريقه التغليف، طريقه الورود، يعني طريقه تثبيت الطبقات، يعني كاع المراحل وكاع داكشي اللي كان كيخوفكم في كيك المارياج غادي تشوفوا معايا في هاد الحصص ان شاء الله. وكنشكركم على المتابعه، وكنتمنى نلقى التفاعل ديالكم باش انني نتشجع نحط لكم هاد لي فيديو هادو، لانه الصراحه فيهم خدمه بزاف بزاف، وغادي ناخذ واحد الاسبوع كامل باش انني ما غاديش نخدم، ما غاديش ناخذ لي كوموند على ودكم، وغادي نحاول نقاد لكم مونتاج ديال هاد لي فيديو هادو ونبقى نحطهم لكم. وكنتمنى تفاعلوا معايا باش انني نتشجع نحطهم لكم وما نعاودش ندور في كلمتي. يعني الصراحه والله الا هادشي راه فيه خدمه بزاف. وشكرا لكم، الى اللقاء في امان الله. وما تنساوش كما قلت لكم بارطاجيو القناه ديالي باش يتابعوني اكثر متابعين، ودخلوا الانستغرام ديالي اللي ما دخلاش ليه، وكنتمنى تبارطاجيوهم. وشكرا لكم بزاف 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 بزاف، وانتظروني ان شاء الله مع الجديد.